قفشتك يا حرابة. عاملة ايه؟ والله العظيم كنت لسه على بالي. ايوه يا بنت، كليني بحبتين البكش بتوعك دول. انا بتاعت الكلام ده؟ اه. ايه ده؟ كرسي هزاز، ايه رايك؟ حل؟ اه جميل. طب يلا شيلي معايا بقى. ماشي يا اختي. ابنك عامل ايه؟ الحمد لله. مش ناويه تغلطي وتيجي تزوريه مره؟ هيحصل هيحصل. كرسي تقيل، خلي بالك قوي. روح بالراحه، انا عارفاني تشقيني. معلش انا عارفه ان هو تقيل. ماشي بالراحه، بس يستاهل يعني. ايوه بس هنا حطي بقى. نفك بقى يلا. الله، حلو قوي ده يا شيماء. ايه رايك بقى؟ حلو قوي ده. بكام ده؟ 300 جنيه بس. يا نهار اسود ومنيل، 300 جنيه موكوسه. وهتقضي بقيه الشهر ازاي بقى؟ عادي جدا، هاكل عيش حاف. عيش حاف؟ لا ده انت مجنونه بقى رسمي. اصل زمان وانا صغيره كنت بحب اتفرج على الافلام القديمه بتاعت فاتن حمامه، كنت احب كده اتفرج عليها والبس زيها واسرح شعري زيها، واحب رشدي اباظه واحمد رمزي. انا من يوم ما شفتك يا حبيبه قلبي وعيني وقعت عليكي وقلت ان البت دي اكيد ملبوسه. ما انا لما كبرت بقى وفهمت، عرفت ان احلامي مستحيل تتحقق، بس كان اهم حاجه في حياتي ان اجيب الكرسي الهزاز اللي بشوفه في الافلام، واول ما اشتغلت وقبضت جبت الكرسي الهزاز. انت عارفه والله يا شيماء انت بتفكريني بنفسي لما كان نفسي اخلف. كنت عارفه متاكده على فكره ان ده هيحصل، عشان كده ما يئستش. الحمد لله. انت عارفه انا لما اشتريت الكرسي حسيت بايه؟ عارفه هتقولي لي ايه؟ حسيت ان كل حاجه ممكن تتحقق ومفيش حاجه في الدنيا مستحيله. اه والله. المهم انا جايه عشان اقول لك خبر يفرحك. المستشفى عندنا طلب عماله، وبصراحه فلوسها كويسه قوي، مش هتقدري ترفضي. اه بس انا مش عايزه اسيب الشغل اللي انا فيها. مش عايزه تسيبي الشغل اللي انت فيها؟ ده على اساس ايه يعني؟ انا مبسوطه فيها يا بنتي. في ايه مبسوطه فيها؟ ايه يا بنتي مبسوطه ايه؟ بقول لك مستشفى وفيها فلوس كويسه، انت فرحانه يعني بالشغله اللي انت فيها دي؟ طب ما عادي جدا، ما انت سبتي مستشفى السجن الحكومي المضمونه. اه انا سبتها عشان هنا الفلوس احسن. اي نعم يعني مفيش فرق في المعاشات والتامينات والكلام ده، بس بسيب الاحسن عشان الاقي اللي احسن منه، طبيعي يعني. والنبي بقول لك يا ابتسام غير الموضوع ده، انا مبسوطه ومش عايزه حد ينكد عليا. تعالي نكلم ليلى. اه ليلى، تصدقي بقالي كتير ما اعرفش عنها حاجه. يا ترى عامله ايه وابنها عامل ايه؟ فعلا فعلا وحشاني جدا. جربي كده. جرس. الو، ايا لولا، خميني بقى مين عايز يكلمك. ايه مالك في ايه؟ طب اهدي بس. طب انا جايلك على طول يا ستي، ما تبقيش معقده. سلام. بقولك تيجي معايا؟ هو في ايه اصلا؟ هبقى احكي لك في الطريق. طب يلا. ايه يا كمال؟ ما تتصرف يا اخي، يا دي اول مره يعني؟ يعني ايه الدكتور اتغير؟ ما كلهم واحد. شوف لك سيرفه انت بقى، يلا خلصني من الموضوع ده. انا لقيتك هافف على دماغي، قلت لما اجي اشرب معاك القهوه. حاجه حلوه قوي ان انا اهف عليك. انت وراك ايه دلوقتي؟ ليه؟ ما تيجي ننزل نقعد في مطعم كده ندرد شويه نشرب قهوه. في حاجه مهمه يعني؟ ايه يا كبير؟ واحدة زي القمر زيي عمالة تقول لك تعالى نقعد في مطعم ندردش ونشرب قهوة، تقول لها في حاجة مهمة يعني؟ واضح إن أنا ماليش تأثير عليك. لا بالعكس، أنت أكتر واحدة بحب أشوفها. بأمارة إن أنت مش عايز تنزل معايا. لا مين قال كده؟ ننزل وأعزمك على الغدا كمان. أيوه كده، هو ده الكلام. التليفون أهو كمان، يلا. يلا. اتفضلي. على فكرة واضح ان هو بقى كويس، يعني مفيش داعي للقلق ده. يا رب. طمني يا دكتور اخباره ايه؟ والحمد لله، بس هو محتاج حد يقعد معاه، حد يكلمه، حد يضحكه، حد يحكي له عن ذكرياته الجميله. بس انا احب اقول لكم حاجه، ان حالته النفسيه هي اللي سيئه مش الحاله الصحيه. بعد اذنكم. اتفضل. الراجل ده شكله طيب قوي قوي. ربنا يكرمه يا رب، اللي عامله معايا مش شويه. طب واللي يخليه يقوم يجري دلوقتي؟
بجد؟ أدام دخل كده الموضوع في دماغ شيماء، قولي يا راجل يا رحمن يا رحيم. هو أنا هاكله؟ هو أنا قلت إنك هتاكليه؟ أنا بس يعني بدعي له مش أكتر. إيه القمر؟ إيه الجمال ده كله؟ تصدق؟ أنا ليلى لما قالت لي إنك عندك 55 سنة أنا ما صدقتش. ده أنت شكلك أصغر مني. قلت الحمد لله، ربنا بعت لي عريس حلو أهو. ولا أنا بقى ما عجبكش؟ يا لهوي على سهوكة الرجالة، بيبقى عندك ثلاث بنات زي القمر كده ودي تبقى حالتك؟ ده حتى عيب في حقك. ليلى انا همشي، انا بقى هبقي كلميني. سلام. انا كمان همشي. ماشي ماشي، خد بالك من نفسك. وانت كمان يلا قوم معايا امشي. ولا انت بقى عجبتك قعده المستشفى هنا وعايز تفضل تعكس في الممرضات؟ يلا. ابتسام استني. ايه يا كلبة بنتي؟ طمنيني عليكي عاملة ايه؟ بصي انت اللي طمنيني عليكي عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. ليلى واضح انك فيكي حاجة ومش مبسوطة. مبسوطة من ايه؟ ده انا عندي مشاكل وهم فوق دماغي. غلط يا ليلى. ليلى تفتكري انا أول مرة شفتك قلت ايه؟ قلت أنا نفسي أبقى زيك وأخلف. والحمد لله خلفت وبقت زي الفل. ليلى حبيبتي انت كنتي محبوسه ومش ضامنه انت هتخرجي ولا لا، وخرجتي الحمد لله بالسلامه، وبقى حواليكي ناس كتير وناس بتساعدك وبتدافع عنك. تقدري تقولي لي حاله الياس والحزن والنكد اللي شايفاه عليكي ده ايه؟ ده ربنا نفسه بيقول ان بعد العسر يسر. والله عندك حق يا ابتسام. في ايه يا ليلى مالك؟ انا حاسه ان في حاجه تانية مضايقاكي. لا خالص، هو بس انا قلت لك عليه مش اكتر، شويه مشاكل صغيره وخلاص. بس حبيبي قولي لي بس اهم حاجه، مبسوطة انت وجوزك بالبيبي الجديد؟ مبسوطة. يا لهوي ده انا طايرة من الفرح، ده احنا تقريبا بقينا بننام. يعني ايه؟ يعني احنا الأول ما كناش بننام يا ليلى. كان جوزي يبقى نايم جنبي ومديني ظهره، أبقى عارفة إن هو صاحي وعينيه مرغرغة بالدموع. تفكري تخلفي تاني؟ اه طبعا لو ربنا أراد، ليه لأ؟ جوزك بيحبك؟ بيحبني. بيحبني دي كلمة قليلة جدا، ده لا هو يقدر يستغنى عني ولا أنا أقدر أستغنى عنه. طب بقول لك ايه؟ اوعي تحسسي ابنك في يوم من الايام ان انت زهقتي منه او تعبتي منه او بقى حمل عليكي. دافع عن حقه، اوعي تنازلي عنه مهما حصل. اوعي تحسي ان انت كان نفسك في بنت وربنا بعت لك ولد، اوعي عشان خاطري. ليلى حبيبتي اللي بيعمل كده وبيفكر كده يبقى انسان جاحد وما عندوش اي ثقه بربنا وبحكمته. انا بصه واحده بس من عيون ابني وهو بيضحك لي بحس ان انا ملكت الدنيا وما فيها. برضه اعملي كل اللي تقدري عليه عشان تساعدي. تحس شنو هو لوحده في الدنيا دي؟ دايما خليكي في ظهره عشان غير كده بيبقى صعب قوي.